متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم. حنا الآن تتواجدوا في منطقة دار بوعزة في مدينة الدار البيضاء. دار بوعزة واحدة من المعاقل البناء الراقي على مستوى مدينة أو على مستوى جهة الدار البيضاء. في السنوات الأخيرة عرفت هذه المنطقة ثورة عمرانية كبيرة، ولكن هذه الثورة ما واكبتهاش يعني إنجاز مستوى متوسط اللي تجمع ما بين السكن الراقي والسكن الاقتصادي، باستثناء بعض التجمعات السكنية القليلة والقليلة جدا. أيضا من المشاكل اللي ستعرفها دار بوعزة عدم وجود منافذ طرقيه كبيره اللي توصلنا لهذه المنطقه باش تعرف واحد الانتعاشه اقتصاديه، ولكن تبقى دار بوعزة واحده من المتنفسات القليله بمدينه الدار البيضاء. كما كتعرفوا بان مدينه الدار البيضاء ولا كباقي الاقطاب الحضريه كتعرف واحد التوسعات، وكذا من طبيعة الحركة كتوسع على حساب الضواحي، يعني ماشي غير دار بوعزة، فجميع الضواحي ديال مدينة الدار البيضاء كقطب حضاري أو كميتروبول حضاري فكيعرف هاد التوسعات على حساب الضواحي أو الهوامش. ومن ضمن من ضمن الضواحي والهوامش ديال المنطقة أو مدينة الدار البيضاء فهناك منطقة دار بوعزة، وبالإضافة لهاد الشيء فإن دار بوعزة كتميز ب كما كتعرفوا بالساحل، يعني بالشواطئ اللي هي معروفة شواطئ طماريس، فهذا اللي خلاها كتعرف هذا التوسع العمراني وهاد التحولات المجالية على مستوى العمران وعلى مستوى بطبيعة الحال ماشي غير العمران ولكن أيضا حتى الأنشطة والأنشطة الاقتصادية بطبيعة الحال. باعتبار أنها المتنفس الوحيد تقريبا لمدينة الدار البيضاء، وكتعرف أن الدار البيضاء كتعرف حتى هي واحد التغيرات عمرانية، يعني كان تقريبا الناس اللي عندهم فيلات تقريبا كيدير عمارات، وبطبيعه الحال الانسان كيتوجه اقرب بلاصه للدار البيضاء هي دار بوعزة، باعتبارها منطقه شاطئيه والاثمنه اللي كاينه ديال العقارات هنا كاينه اثمنه مناسبه اللي كتدفع الناس باش يجيو يقتنيو هنا ويشريو. ولكن المجلس البلدي ديال جماعه دار بوعزة ما فكرش هذا الشيء، فكر غير في الجزيئات، وفكر في البنية، وفكر المصالح الخاصة ديالو بالطبيعة بالدرجة الأولى، وما فكرش المصالح العامة. والمشكل اللي طاح فيه هو دابا المشكل ديال الطرقات، الناس كتعاني واحد المعاناة كبيرة، وخصوصا في الفترة الصباحية والمسائية ما كيقدوش يدخلوا ولا يخرجوا من الدار البيضاء باش يتجهوا نحو المنازل ديالهم. وهذا المشكل ديال السير كان توقف عليه بسبب رئيس جامعة دار بوعزة السيد عبد الكريم شكري، ونتمنى هذا المجلس اللي كاين جديد دابا يقوم بحلول ناجحه لتدارك ما اخفق فيه رؤساء المجالس السابقه. بالنسبه للثوره العمرانيه في دار بوعزة، شيء واضح ان الدار البيضاء عرفت اكتضاض وازدحام الساكنه، المواطنين او الساكنه صحوا يفضلوا دار بوعزة. علاش؟ اولا لسببين، السبب الاول انها قريبه من الدار البيضاء، ثانيا انها كاين الشاطئ والسياحه كيضربوا عصفورين بحجر، السكن والسياحه والجو الجميل والنظيف ديال دار بوعزة. المساله كتبقى العرض والطلب، هاد المقاولين اللي كاينين هنا كيشوفوا الناس شنو باغين، وعندهم واحد الفئات كيستهدفوها، وتقريبا راه بدا شي كان في الاول كان سكن راقي وعنده واحد المساحه كبيره، دابا بدا يقلصوا من المساحه على اساس باش يجلبوا كل واحد على قد جيب ديالو. ومن اللي غادي يوصلوا الناس ديال السكن الاقتصادي راه بطبيعه الحال غادي يديروا الناس يديروا اثمنه ديال السكن الاقتصادي. بحكم لان الضواحي ديال المدن المغرب كبلد من بلدان العالم الثالث اللي كتعرف هاد الظاهره ديال السكن العشوائي بالهوامش، بحكم كما كتعرفوا الغلاء ديال الاسعار العقار داخل المجال الحضري، فكان المغرب عرف واحد الهجره قرويه بالاخص في الثمانينات وفي يعني في بدايه التسعينات، فمش طبيعي ان الانسان كيلتجئ لهذا السكن هذا. بينما بالنسبه للسكن الراقي، فبالنسبه لي انا السكن الراقي ما كيمثلش واحد النسبه لي كبيره، الا استثنينا مثلا السواحل يعني الجنب البحر فما كاينش شي سكن راقي بالنسبه لي. هذا كيمشي على حساب التصميم تاع البلون دامياجمون
اللي داروه. كاين فعلا معك، ولكن انا معك، كاين السكن الراقي وكاين السكن الاقتصادي، كاين السكن الاخر اللي غير مهيكل. هذا حتى هو راه دار بعزه، حنا ملي كنهضروا على دار بعزه ما نهضروش على دار بعزه الشاطئ. دار بعزه راه في الحدود مع الحي الحسني في الجهه ديال اللي سازفه الى الجهه الاخرى. اذا هذا كيدخل غير جا اش بغيت نقول، انه ما كاينش بالنسبه للتصميم التيئه هذا الشيء اللي وضع. حتى في الجهه الاخرى راه كاين البناء الاقتصادي والجهه ديال كما نقولوا الشاطئيه كاين البناء الراقي وهذا اللي الواقع. الى نطيف الصباح اشنو كتشوف الناس اللي باغي يمشي للدار البيضاء باش يقطع من دار بوعزه حتى للحي الحسني وحتى للوفه؟ خصو واحد توقيت ديال ساعه ولا اكثر، ولكن الحمد لله راه ساريت حل هذا المشكل، انه في الطريقه الرئيسيه او الطريق الوطنيه رقم واحد راها جايه الاصلاح ديالها، الطريقه الرحمه كذلك، والطريق الشاطئيه هي احتفلتها، وكاينه طريق اخرى حتى هي جايه من الحي الحسني وغادي تدخل لدار بوعزه. كنتمنى هذا يحل لنا هذا المشكل اللي هو وقع. هذا الاشكال مطروح لان كما قلنا جماعه دار بوعزه عرفات واحد التوسع عمراني، ولكن يعني هذه المساله ما واكبتهاش واحد يعني واحد التهيئه، يعني من كنقول البنيه التحتيه تهيئه للطرق، خاصه ان كاين طريق واحده او لا طريقين او لا ثلاث طرق، الطريق الوطني رقم واحد اللي كتمر من العراقي، وكاين الطريق يعني الطريق مولي التامي اللي كتمر عبر مقبره الرحمه، بالاضافه للطريق الجهويه اللي كتمر من كتمر على الساحل. هذه المساله هذه كان يعني كطرح مشكل، خصوصا دابا في الاشغال ديال تمديد التراموي او البي اش ان اس. البي اش ان اس كما كتعرفوا ولا شفتوا في عين المكان، فكاين واحد الاشغال اللي هي كتعرق للسير، وبالتالي فالمسؤولين خصهم يفكروا في هذه المساله ديال يعني قبل ما نحطوا لهذاك السكن ونحطوا هذه، خصنا نفكروا في الطرق. 14 عام انا ساكنه هنا في دار بوعزه. دار بوعزه كانت بكري ما كانتش يعني منظمه وداك الشيء، من حد حتى كتزيد في الاعوام حتى هي كتنظم في البناء ديالها، والحمد لله داك الشيء تحسن مزيان، اللهم لك الحمد. يعني انت بالنسبه لك تتبان لك دار بوعزه تطورات؟ فوالا انا دار بوعزه تطورات الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما بقاتش كما بقاو الشفاره، ما بقاو لان على رجال الامن وداك الشيء، يعني داك الشيء تنظم، ما بقاش داك الشيء كيف كان.